يعني مو موضوع صعب، بدي اقول لك بيت ما حد ساكن مثله، بيت ما موجود بكل العالم، بيت ما يشبه اي شيء. بس خبلتني يعني بصراحه انه وينك هيك بيت يعني دور بك تلقى دور ماكو. هو البيوت اعتياديه صاله ومطبخ واستقبال وسطح وحديقه. لا 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 ما اريد هذه كلها، ما اريد، اريد شيء غريب ما موجود من بالعالم، ما موجود بالعالم. حلو. غريب. شوف عجيب. هسه ذكرت هيك اريد ذكرت اكو بيت كلش حلو اي ما موجودنا بالعالم. حلو. الباب مالته الخارجي بيه ميزه ينفتح من كيفه، يطلع واحد يجر الشخص من اللي اخذ دخله بالبيت. اي هذا اريده، هذا حلو. بعد شنو مواصفاته؟ مواصفاته بالصيف بارد وبالشتاء حار. إيه؟ يعني تدفئه وتبريد. اي لك فدوه، انا ما احب الاجهزه بالبيت. مو بس هاي، بمميزات كلش هواي بعد. شيلي بعد؟ بمميزات ما بيقلب. يعني شلون؟ ما بيقلب من كيف يضوي. والكهرباء ما تعطقه. المطبخ اشتغل. هاي شنو؟ السطح. هاي البيتونه. يعني شو اسوي؟ اي استعلي المطبخ. اي بيتونه. الطرمه اي الحديقه شلون تشتغل؟ شلون؟ طق اصبعتين لا يابا لين اربع لايتات بيها. حلو. يعني مواصفات كلش حلوه. يخبل. وبي ميزه بعد كلش حلوه ما موجوده بالعالم كله. شنو؟ الكاش يمشي من كيفه. يعني انت بدل ما تعاجز تروح للمطبخ ايه؟ هو ياخذك المطبخ والحمام. هو يوديني؟ هو يوديك. لك يعني ذات ابو نظم انا كلش عجوز، يعني اريد هيك يوديني للمطبخ ويرجعني للصاله ويطلعني للحديقه. مثل المدينه المائيه. حلو. وبي ميزه بعد. بعد الحياطين من كيف تنصبغ؟ اصفر، تبني، سبني، يعني من كيف تتغير؟ لك يعني لك إيه؟ هذا اريده، هذا البيت اريده. وبعد بي ميزه كلش حلوه. بدك تحكيني بعد فرحني. كيس الزبل ما تشيله بيدك انت، هو يطلع ويسلم على ابو السياره، ينطيه الف ويرجع لك كيس. ابو ناظم هذا البيت اريده. بس المشكله ما راح تقدر تشتري هذا البيت. ليش؟ لان هذا البيت ما موجود بكل العالم. انت مو ردت بيت ما موجود بالعالم كله؟ شلوني؟ جيت 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 اي دقيقه اقول لك جيت. ها ايش بكم؟ ايش بك؟ الله يساعدك. الله يخليك، بيت احترق ما عندك طفايه مال حريق؟ لا مو خش خبر. ليش احترق؟ ده تقلون شيء لو تماس كهربائي. بس انت ايش عليك؟ عندك طفايه لو ما عندك؟ يا اخي ما عندي طفايه. ليش ما عندك طفايه؟ معقول ما عندك طفايه مال حريق؟ يا اخي اقول لك ما عندي. بيتش كبره شعرضه ما عندك طفايه مال حريق؟ ما عندك بيت ما تستحي ما تخجل. شاكو ايش بيكم؟ صوتكم واصل لراس الشارع. ايش بيكم؟ عيني اقول لبيت احترق طفايه ما حريق يقول لي ما عندي. ها ايه عم صدق كذب؟ ما عندي. شنو ما عندك طفايه؟ ما عندي. شو وين عايشين احنا؟ بيازا من عايشين طفايه ما عندك؟ بيتك ايش كبر اشعر ده ما بي طفايه؟ عمي شوي حسوا بالناس، حسوا بالاخرين، حسوا بالمسؤوليه. رجال كبير اشتري لك طفايه واحترم روحك. هسه الرجال شلون نساعده؟ ما عندك طفايه يا اخي؟ ما عندي. اقول لك تعال اقول لك وانا ايش مدري بيت راح ينجم. ليش هو ما عنده طفايه؟ ارجوك ما اسمع لك. أنا عندي طفاية، بس طفايتي خلصت لأن طفيت نص بيوت المنطقة. والله العتب مو علي، العتب عليك لأن عايف بيتك جمر. ها وملتيت تحكي أمشي بيتي جمر؟ إي باوع بيتي جمر. تدفع فلوس التعويض هسه. وأنا أموت من التعويض. شلون يا مالتك؟ أنت ما عندك طفاية يا مالتك. شو عم أخذ بس فلوس التعمير مالك علاقة. يا أخي همزين بس فلوس تعمير، لو ميت واحد شي خلصك منهم؟ شي خلصك؟ شي خلصك؟ امشي حضرهم، امشي البلا قلب. ارجع لك حضرهم، امشي البلا قلب.